بسرعه يا لطيفه، فاضل نص ساعه والطياره تقوم. سايب لوري على فين يا شكري؟ رايح اشعل التذاكر. سفاحتي الله، بصي حق كده ليه؟ اتفضل انت يا بابا، ما تعطلش نفسك. خدي يلا. يلا يا ماما. عن اذنك يا ماما. على فين انت كمان؟ انت نسيت يا ماما اني كمان مستني في البوفيه. لا يا اختي ما نسيتش، اتفضلي. انا عارفه اي حاجه بقى في الدهول ده. مش خاطبها يا ماما؟ يا بنت. نعم يا ماما. اكتمي. حاضر يا ماما. نادي. لا مؤاخذه يا كمال، اصل التاكسي اتعطل بينا في السكه. لا انا قاعد هنا بقالي 4 ساعات. ياه، وجيت بدري كده ليه؟ عندي كلام كتير عاوز اقوله لك. ايه؟ قول. ناديه. نعم يا حبيبي. انا انت ايه؟ انا متاسف. متاسف على ايه؟ الكلام اللي كنت اقوله لك. ماله؟ طار من مخي، مش عارف انا مرتبك كده ليه. كل اللي انت عايز تقوله يا كمال انا حاسه بيه وعارفاه. صحيح يا نادي؟ ايوه. مش كنت عايز تقول اني بحبك؟ ايوه. وعمرك ما هتحب حد غيري؟ ايوه. ولا هتحب حد بعدي؟ وحياتك ابدا. مش هو ده اللي كنت عاوز تقوله؟ ايوه. هتوحشيني يا نادي. انت اللي هتوحشني يا كمال. صحيح هما 3 سنين، لكن اعمل ايه بقى؟ ضروري بابا يخلص مده خدمته في باريس، واول ما ارجع ان شاء الله نتجوز على طول. انا مش عارف اعمل ايه في 3 سنين دول من غيرك. اشتغل يا كمال. لا لا، انا هرجع البلد واشتغل في الارض بتاعتي. كلام ايه ده يا كمال؟ هو انت كنت بتاخد دبلوم الفنون الجميله عشان تربي كتاكيت في البلد؟ لا، عشان ارضي هوايتي في الرسم. وليه ما تستغلش هوايتك في الشغل؟ اؤكد لك يا كمال انك لو اشتغلت مصمم ازياء هتكون ناجح جدا. انا امال ما تتصورش يا كمال قد ايه وانا في الكليه كنت بقف مبهوره قدام اللوحات بتاعتك. صحيح يا ناديه. بصراحه انا في الاول كنت بغير منك. وبعدين؟ وبعدين حبيتك زي ما حبيت فنك. على حضرات ركاب المسافرين، بعد اللي سمعته منك انا هكون احسن مصمم ازياء في مصر وفي العالم كله يا حبيبي. اتجه الى روما، باريس، رجاء التوجه الى الطائرة. راح فين بنتك يا استهانم؟ الطائرة هتقوم. ما قلت لك راح تقابل الدهول بتاعها في البوفيه. الدهول جه اهو يا ماما. اهلا يا عمي. اهلا يا ابني. اهلا يا طنط. يلا بسرعه يا بنات، ولا مؤاخذه يا ابني يا كمال. ما تمشيش يا كمال قبل ما الطياره تقوم. ليه؟ عشان تودعني. ها؟ اشوف وشك بخير. انا مش عارفه ايه اللي عاجبك في الدهول ده، لا منظر ولا شكل. اخلاقه يا ماما. يعني كل اللي تقدمه لخطوبتك ما كانش عندهم اخلاق؟ كل واحد منهم كان على الاقل يعرف 20 بنت. طب واحنا مالنا ومال الماضي؟ المهم لما يتجوزك ما يعرفش واحده تانيه. انا ما اقبلش اتجوز واحد ابدا يكون له ماضي. عايزه تفهميني ان الدهول ده ما عرفش واحده تانيه؟ ده ميه من تحت تيبه. يا ماما انا واثقه من كمال، 4 سنين معايا في الكليه عمره ما بص لواحده غيري. بنت. نعم يا ماما. يا خبتك يا خبتك. ناديا كمال. هتوحشيني يا ناديا. انت اللي هتوحشني يا كمال. هبعت لك كل يوم جواب. وانا كمان. اوعى تبص لواحده غيري. مستحيل. انا هغيب 3 سنين. ان شاء الله 300 سنه. يا كذاب يا منافق، معقول تستناها 300 سنه؟ تقول هي عجزت وانت جه خبرك باذن الله.
هايل قوي مدام انيتا. ميرسي مسيو كوكو. هايل كوكو. ميرسي مدام. صباح. كويس. عرض النهارده لازم يكون احسن عرض. ازياء كوكو لازم دايما تكون في المقدمه. والموديل اللي هتفوز باعجاب الجمهور هتاخد جايزه كوكو. والجايزه دي هتكون ايه؟ ده سر مفاجاه. انا مش عاوز اي غلط. كل شيء لازم يمشي بنظام. مفهوم؟ كويس 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 كويس. يلا اتفضلوا اتفضلوا العرض. يلا اتفضلوا. ممكن نعمل كده العرض يا استاذ كوكو؟ ايوه ممكن بعد دي واحده. اتفضلي. بيت ازياء كوكو يرحب بكم ويقدم لكم احدث مبتكرات الفنان كوكو. ودلوقتي هنشوف اول فستان بتاع ريد رجاء كاليبسو. فستان للسهرة تقدمه بريجيت كوكي. ممنوع يا حضرة. ممنوع ليه؟ ما تفتكرش دعوه. دعوه ايه؟ ها اطلع ما تعطلناش. ده بتاعنا. اطلع بره ما تعطلناش. لا تلعب. الحب الاول. استاذ كوكو. معايا. انا اسف ما قلتش كده ليه من الصبح. عامل لك ايه ما انت غبي. اسف. اتفضل معايا. اتفضل. منين؟ اتفضل. ما قلتش كده ليه من الاول؟ انا اسف. اتفضل. انت غبي. العواف. والآن يقدم لكم الفنان كوكو آخر صيحة من مبتكراته التي طالما أدهشكم بها. مصيدة الرجال تقدمها مها. ونبي أنسة تعلني أن زكي الشبوكشي يبحث عن ابن عمه كوكو ومن يجده له الأجر والثواب. عبد الله. والآن نقدم لكم الملكان مها في مصيدة الرجال. مها
زعلانة، علمني الفستان تاني. سيلفيا تقدم جوناس. مش عاوزة تطلعي العرضة دي يا روحي. طلعت روحك يا خاين يا غشاشة وعينيك ضيقة. يا حبيبتي اهدي، احنا مش اتفقنا النهاردة هنتعاش مع بعض؟ ما حصلش. ما هو انتي لازم قريتي في ورقة غلط. قريتها وقريت دول كمان. حياتي بريجيت، انتظريني في العاشرة كوكو. حبيبتي رجاء، انتظريني في العاشرة والنصف كوكو. تقدر تقولي كنت رايح تقابلهم ليه؟ مقابلة بريئة خالص والله. ليه يا شيخ؟ كنت هتحكي لهم حكاية الشاطر حسن؟ لا، احكي لهم حكاية الشاطر كوكو اللي قرر يقطع علاقاته مع جميع الستات علشان لقى شريكة حياة. ومين سعيدة الحظ دي بقى إن شاء الله؟ وهيكون من غيرك يا حياتي. مش ممكن، أنا ما اتضحكش عليا أبدا، أنا مش هشتغل يعني مش هشتغل. تسمح من فضلك تديني حسابي؟ حاضر حاضر. ألو، محل حسن الجواهرجي؟ جواهرجي مين يا مس كوكو؟ ده أنا سلامة بتاع السويتش. بتقول إيه؟ مش موجود؟ طب وحياتك لما يجي قول له مفيش داعي لخاتم السوليتير والبروش الألماز اللي أنا طلبتهم باسم مدموزيل مها. أيوة الشبكة. معلش، مفيش اسمه. مع السلامة. كوكو. كوكو. نعم. الكلام ده صحيح؟ ما هي دي المفاجأة اللي كنت محضرها لك. لكن معلش، الجواز اسمه نصيب. أنت زعلت مني؟ لا أبدا، حسابي جواز. شخص عنيف. هو في بيننا وبين بعض حساب؟ ما هو أنت اللي عاوزة تمشي. امتحنك. ده وقته يا هانم، إحنا عندنا شغل بره. يلا مع السلامة. شايفين الافندي البائس ده؟ بائس بائس ده ايه؟ خطبته هربت منه. اما هو انا خطبته؟ تعرفوا ليه؟ علشان هدومه. مالها هدومي؟ كان ممكن الستات تحبه من اول نظره لو استعمل موديلات كوكو. منظر تجيلي بيه الناس تقول ايه؟ ابن عم لابس كده. مش مهم الهدوم، المهم الشخصيه. طيب يا سيدي، ايه اللي جابك من بلد دلوقتي؟ التلغراف ده جالك على البلد. ما حاولتوش ليه زي جوابات تانيه؟ وحشني يا اخي، وحشني، وحشي الهفك. يا نهارك اسود. من ساعة ما جالك التلغراف بتاع اوروبا وانت مش على بعضك. خطيبتي راجعه من اوروبا النهارده. خطيبتك؟ انت بتخطب من ورايا؟ امال حريم السلطان اللي عندك في الشغل دول يبقوا ايه؟ مصايب بلاوي. انما خطيبتي دي حاجه تانية خالص. اسمح لي اقول لك انك انسان اناني. ليه؟ بقى يا راجل تبقى خاطب ولا تتكلمش ابن عمك الغلبان وتفوت لي واحده، واحده بس من الستات الحلوين اللي انت بتكوش عليهم في الشغل. والنبي تتميل، احنا فيه ولا فيه؟ ها؟ لازم خطيبتي ما تعرفش اي حاجه حصلت في الثلاث سنين اللي فاتوا دول. مش ممكن، لان اسم كوكو على لسان كل ست في البلد. عشان كده لازم ارجع كمال تاني وامسح اسم كوكو من حياتي. ها؟ وايه الفرق بين كمال وكوكو يا عبقري؟ كمال الانسان الطيب اللي عرفتني بيه خطيبتي. ها؟ كوكو هو الشيطان اللي تعرفه كل الناس. طب وايه اللبس ببهدل اللي انت لابسه ده؟ عشان ارجع كمال تاني.
شرف ابوك بلا فاهم حاجه ابدا يا غبي. نعم. خطيبتي لما سافرت سابتني بالشكل ده، لما ترجع لازم تلاقيني بالشكل ده. برضو مش فاهم. طب ليه 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 ليه؟ ازيك؟ اهلا يا فندم. ايه ده؟ انت مين؟ انا زكي. زكي؟ زكي مين؟ نعم كوكو، وانا وهو واحد. انا متاسفه افتكرتك كوكو. ريت يا ريت. حلو حلو بيجيبهم دين بس بالجنيه ده. أمال فين كوكو؟ مش عارف بس حضرتك مين الأول؟ أنا خطيب. خطبته؟ أنا متأسف، متأسف أوي يا ست هانم. ده كوكو راح لك على المطار. إيه؟ المطار؟ ده كان هيجيب الفرح لما عرف إنك هتوصلي النهارده من أوروبا. حضرتك سلام يا ست هانم. مش ممكن كمان يعرف اني هوصل النهارده وما يجيش يقابلني. يمكن التلغراف ما وصلوش. ولا وصلوا واستهبل زي اخر جواب بعتهوله. مش معقول يا ماما. ليه؟ مش رد عليه بعد 6 أشهر؟ كويس قوي، يعني هنقف تستنى هنا كمان 6 أشهر. اهو كمال وصل. كمال. نادر. وحشتني قوي يا كمال. ازيك يا نادر؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا عم؟ كويس قوي يا ابني. ازيك يا طنط؟ كويس. وحشتني قوي يا بيه كمال. سلام. ما عرفتكيش، اتغيرتي. معاك فلوس مصري؟ عندي رسوم عاوز ادفعها. عن اذنك يا عم، انا خلصت. اتفضلوا انتوا في البوفيه. يلا يا سهل. يلا يا بابا. ما تبقى اتعورنا. حاجات حلوة. أنا عارف عجبك في إيه؟ مش كنت اتجوزتي الواد بتاع السفارة اللي كان هيموت عليكي؟ إيه يا ماما؟ كان بيعرف واحدة تاني. طب وماله؟ في إيه؟ كل الرجالة بتعرف. مش كده يا شكري؟ جايز. إلا كمال يا ماما، أديكي شفتيه بنفسك، رجعنا ولقيناه زي ما سبناه. استناني 3 سنين من غير ما يعرف واحدة غيري. أما كوكو هيفرح بشاكي. طبعًا طبعًا. ايه؟ مالك عصبية كده ليه؟ لا ابدا ولا حاجة. معك سيجارة؟ معايا البان. تندخي؟ بقول سيجارة سيجارة. ثانية واحدة شيري 5 فرد. حصلك في العربية. وراكي. نادية. مين؟ مها؟ نادية. نادية. الحمد لله على السلامة. ازيك يا مها؟ ازيك انتي؟ الله يسلمك. انت رجعتي من اوروبا امتى؟ انا لسه واصلة حالا. انت مسافرة؟ لا انا مستنية خطيبي. انتي اتخطبتي؟ مين بقى؟ ايه؟ كوكو. كوكو مصمم الازياء؟ انت تعرفيه؟ سمعت عنه وانا في باريس. ده بيقولوا عليه انه شاطر جدا. قوي قوي قوي. برافو عليك. طول عمرك ما توقعيش الا وانتي واقفة. الا انه بعدي وقعت على جذور رقبتي. ليه؟ معلمني يا نادية، مدوحني كل يوم مع واحدة ست. يا عيني، ده أنا بقى طلعت أشطر منك. سبت خطيبي 3 سنين ورجعت لقيته زي ما هو. ما تيجي معايا البوفيه أعرفك بيه. يلا. بس أشوف خطيبي وأجيلك. ها؟ طب أنا في البوفيه. أوكي. باي باي. باي باي. ايه اللي جابك هنا؟ جيت مع خطيبتك. انت تعرفها؟ شفتها فين؟ عندك في البيت. يا دوب اتخرجت من هنا وهي جت من هنا. ايه؟ اما عليك حته خطيبه. يخرب بيتك، دي مش خطيبتي. وهي فين دلوقتي؟ مستنيك عند العربيه. دفعت عليه كام يا كمان؟ لا حاجه بسيطه. زكي ابن عمي. اهلا وسهلا. شكري بيه. حمايه ابو خطيبتي. اهلا. ابو خطيبتك؟ ايوه ابو خطيبتي. عن اذنكم دلوقتي اتفضل. هجيب العربيه. اتفضل.
احنا مستنيين ايه يا بابا؟ خلاص كمال بيجيب العربية يا حبيبي. اه حضرتها بنتك؟ ايوه. يا سلام ونعم النسب. يلا يا سلام. يلا بيلاهم فين دي الجنية ده؟ انت لازم تمشي منها حالا. خايف لا تشوفني معك؟ قصدك مين؟ خطيبتك. خطيبتي؟ هو انا ليه خطيبة غيرك؟ ما تحاولش تنكر، ابن عمك قال لي انك جاي هنا عشان تقابل خطيبتك. ابدا يا حبيبتي، لازم زكي فيهم غلط. انا قلت له طالع المطار اجيب هدوم خطيبتي مش اقابل خطيبتي. هدوم ايه بقى؟ فستان الفرح يا حبيبتي، بعت جبته من اوروبا مخصوص. ليش؟ مش مصدقاني؟ لا ها، مش شايفه انا لابسه ده؟ صحيح، ايه الهدوم دي؟ اصل مش عاوز حد يعرفني، عاوز جوازنا يكون مفاجاه. يا حبيبي يا كوكو، وهنتجوز امتى؟ زي ما عجبك ان شاء الله بكره. مش معقول بكره، ما الحقش. اقول لك خليه الاسبوع الجاي. خلاص يا روحي، نتجوز الاسبوع الجاي. يا خبر اسود دي جايه. هي مين اللي جايه؟ الصحافه. ارجوكي مش عاوز حد يشوفني من صحفيين. امشي دلوقتي قبل ما تحرقي دمي. ايه؟ قصدي تحرقي المفاجاه. اه اسبقيني وانا هحصلك. باي 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 باي. انت هنا يا كمال وانا قاعده بدور عليك. كنت بوزعها. بتوزعها؟ اه قصدي بوزع شنط. اه بصي في العصفورة. شوف العصفورة، شوف العصفورة دي. العصفورة هنا. العصفورة هنا. العصفورة هنا. العصفورة بتلعب النهارده. بصوا 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 بصوا. انتوا واقفين كده ليه يا جماعة؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ زكي ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا نادية خطيبتي. خطيبته؟ امال دي تبقى مين؟ انا سهام. سهام؟ امال انا بقى مين؟ كفايه بقى. لا مش كفايه، ما انا اصلا مش عايز انسى حاجه عشان اخبط لك الدنيا زي ما حصل في المطار. جاهز، اتفضل امتح. نادية تبقى مين؟ خطيبتك. صح صح صح. وسهام تبقى مين؟ اختها. صح صح صح. واحنا هنتجوز امتى؟ ايه اللخبطه دي بقى؟ انت هتتجوز سهام؟ يا غبي. نعم انا ونادية هنتجوز امتى؟ مش مكتوبه في الورقه. لكن طبعا بعد ما يجي مازون. مفهوم يا سيدي. قصدي انا ونادية هنتجوز فين؟ الله ده غبي ليه؟ في بيت طبعا. قصدي يعني هتسيبوا مصر وتعيشوا في كفر البطيخ وتعيش مع نادية في التبات والنبات وتخلفوا مانيكان ومانيكانات. صح؟ ما بلاش سيرة الزفت ده. انا خلاص وكيت محامي هيبيع المحل ووعدني هيجيب مشتري في بحر وزور. كل ده عظيم، لكن هتعمل ايه مع ماها يا حادق؟ ولا حاجة، هسيبها تضرب نمخها في الحيط. والفرح اللي هي عاملاه النهارده فرح؟ فرحي؟ انت مش قلت لها انك هتتجوزها ليله الجمعه؟ ده كلام قلته لها عشان اخلص منها في المطار. كلام؟ طب يا اخويا اي طبعا تذاكر الدعوه وعزمه المدعوين. زفافه على نسا مها؟ هي عملتها؟ انت جبت الدعوه دي منين؟ من العروسه شخصيا، جت هنا وعزمتني شخصيا بصفتي ابن عمي عريس شخصيا. وايه العمل؟ تشوف لك حل مع مها قبل ما الفاس تقع في الراس. طبعا هشوف حل. بين على ناديه. ناديه تبقى مين؟ هي شغلانه خطيبتك طبعا. صح. اف ده غبي قوي. مش قادرة افهم ايه اللي عاجبك في المزية المدهول ده. بكرة كمان يبقى اشيك راجل في العالم يا ماما. اهو كمان وصل. صباح الخير يا نسا نادية. سهام سهام. سهام سهام. صباح الخير. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا يا كمال. صباح الخير. صباح النور. خير. اتفضل اتفضل.
تويست؟ لا. ولا مرنجة؟ أعرف نداغة. نداغة؟ يعني إيه نداغة؟ اللبان يعني. شكلت؟ الله بحبه قوي. تعال لما أعلمك. شكلت؟ لا شات شات شات. تعالى يا أخي تعالى تعالى تعالى. ما تيجي تعالى بقى. الله تعالى. مش هنبقى لوحدينا دي وشنا نشوف فيه. واحد واحد اثنين ثلاثة. واحد واحد اثنين ثلاثة. يلا أرقص بقى. يلا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة. اتفضل. ميرسي. تعرف يا كمال ان احنا لسه كنا في سيرتك؟ خير ان شاء الله. بقول لك ايه، انت تعرف كوكو؟ مين مين؟ كوكو. قصدك شكوكو؟ لا قصدي كوكو مصمم الازياء. حد ما يعرفش كوكو بتاع الشياكه والقيافه والقبهه؟ افتكرت فعلا سمعت عنه. اصل الموديلات اللي كنت بتبعتها لي وانا في باريس كان فيها شبه كبير جدا من الموديلات اللي هو بيعملها. طوارد خاطر. بس هو بقى احسن منك، قدر ينفذ اللي بيرسمه لحد ما بقى احسن مصمم ازياء في البلد. يا ستي ده حظ. دي شطاره يا اخويا وانت السادي. ما تفتح محل وتنافسه ما دام تقدر ترسم موديلات زيه. انا مش ممكن. الرسم ده هوايه وانا عندي شغلي. ايه هو بقى؟ عندي الارض بتاعتي، انا عامل استعدادي اعيش هناك انا وناديه بعد ما نتجوز. ايه رايك يا نادية؟ انا رايي انك لازم تفتح محل ازياء يا جمال. ونجيب الفلوس منين يا ابني؟ انا حمول المشروع. طب والمحلات؟ مفيش محلات. كلنا مستعدين ندور لك على محل، انا وبابا تمام. وماما وزاكي وسهام والشغالة كمان. عن اذنك. الو. اصل فرحي بكره قلت لازم اعزمك كده. الف مبروك. طبعا جايه. بقولك ايه، ممكن اعزم خطيبي؟ يا ريت، وهي فرصه اتعرف بيه. كمال تعال. افندم. ايه رايك لو تيجي معايا؟ فين؟ في فرح واحده صاحبتي. متاسف عندي شغل مهم قوي لله دي. متاسفه خطيبي مشغول قوي. يا خساره، كان نفسي اتعرف بيه. اروار. اسمع ما انا مستعد اكتب لك المحل باسمك بس نتجوز. يا اخي افهم، قلت لك 100 مره ما بحبش غير كوكو. ما انا لا يمكن اسيبه ابدا ياخدك مني. ده انا اقتله، ده انا اشرب من دمه. اي اي ميرسي 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 ميرسي. استنى ايه؟ عايزك في حاجه مهمه. بعدين بعدين. عايزك في كلمه مهمه. حاضر، بس هكمل بيت الصور. صور كمان واحده. تعالى. ايه بس تعالى. ايه عايز ايه؟ تعالى قدامي وراكل. الله الله. ايه عايز ايه يا مجنون؟ الله. ايه يا مجنون يا مجنون؟ الله الله. بحبها يا كوكو، بحبها، ولو ما اتجوزتهاش هضرب روحي بالرصاص، هفرغ المسدس ده في قلبي. ومين اللي يخليك تعمل في روحك كده؟ مها. مها؟ كوكو، أنا راجل غني، عندي فلوس، مستعد أدفع لك اللي أنت عايزه، هكتب لك المعهد باسمك، بس سيبها لي، بلاش تتجوزها، ما أقدرش أعيش من غيرها. بحبها بحبها. هاي فرح حبها. الظاهر صاحبتك دي غنيه قوي. عريسها هو اللي مبسوط. ده انت لازم سمعت عنه. مين يا ترى؟ كوكو. كوكو كوكو كوكو. ايوه مصمم الازياء. ما انت لازم تعرفه.
اهلا. اصل عندي مغص، دقيقة واحدة وهرجع لكم. اهلا بنتي. اهلا يا حبيبتي. اهلا. اهلا يا مها، ازيك؟ الله يسلمك. الف مبروك. عبالك يا نادجرسي. شفت سهام كبرت قد ايه؟ اهلا بالعموره. مبروك كرسي. ازيك يا نادجي؟ الحمد لله. مها كوكو عاوزك. طيب. طب تعالوا بقى معرفكم على خطيبي. ها يا عروسه، تسمح لنا بصوره لمجله حواء؟ قوي قوي، عن اذنكم فيها واحده. اتفضلي. امال فين مها؟ دي كانت واقفه هنا. هناك اهي. هتكلمها؟ قلت لك هكلمها. انا اسف. مين؟ كمال؟ مش معقول. ايه الشياكه دي كلها؟ ايه اللي جابك هنا؟ الله، ما هو ده فرح صاحبتي اللي قلت لك عليه. تعال ما اعرفك بيها. قبل ما تعرفيني بيها لازم اعترف لك بحاجه مهمه قوي. ايه؟ تعالي معايا. عن اذنكم. ناديه، كنت عاوز اقول لك ان العريس يبقى صاحبه وكان مخبي عليكي. ليه كمال؟ اصل كوكو سمعته زي الزفت، ويمكن تزعلي لو عرفت انه صاحبه. صح صح. لو كوكو هو اللي خلاك شياكه كده يبقى لا يمكن ازعل منه. المأذون وصل. المأذون وصل. عن اذنكم خليك معاهم يا زكي. رايح فين يا كمال؟ رايح اشهد على العقد. انت تشهد على العقد؟ ايوه يا اخي. ايوه ايوه. قدامي قدامي قدامي. انت مش لبتي الشربات مش كده؟ بس ايه الحكايه؟ يلا نشرب شربات سوا. يلا يا سيدي نشرب شربات. ايه ايه ايه، انا اللي هشهد على العقد عشان انت اللي هتتجوزها. والنبي والنبي والنبي. ايوه بس خليك انت هنا وعقبال ما اكلمك. كوكو انت فين؟ المأذون وصل. مها في حاجه مهمه لازم اقولها لك. بعد ما يمشي المأذون. ما ينفعش، لازم دلوقتي. طب قول. مبروك يا كوكو، عاوزين نصورك انت والعروسه. ممكن اسبقيني على التراس وانا احصلك. طب البس فستان الفرح. بعدين بعدين. كلمتها؟ ألف مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مش معقول تكون موافقة. وحياتك موافقة. ومستنياك في التراس. مستنياني أنا؟ المهم أول ما تدخل تهجم عليها وتنزل فيها بوس. أبوسها؟ اسمع الكلام ما تبوظش الترتيب. ترتيب ايه؟ يوه، انت هتسال؟ بلاش، اتجوزها انا. انت خساره فيك المعروف. لا لا خلاص حبوسها. يا سلام يا سلام، والله لا اكتب لك المعهد. ده انت اللي روحي يا روحي. طلعت روحي. اوعى يا يلا. استني بس هفهمك. ايه ده؟ شرفي يا خاينه. كوكو ابعدي عني. كفايه بقى، حرام عليك، ده انت صدمتيني. امال اخرسي. انا لازم انتحر، انا لازم انتحر. كمال استني بس هكتب لك المعهد. اي اي اي. زكي فين كمال؟ العريس العريس هرمي نفسه في النيل. هرمي نفسه في النيل؟ طب مستني ايه؟ يلا بينا الحوا قبل ما يعملها. يلا بينا. مها خطيبي قال ان خطيبك هيرمي نفسه في البحر. يا خبر، لازم نلحقوا حالا. يا جماعه تلحقوا، تعالوا ونشوف اللي حصل. كوكو كوكو على
شكلته ايه؟ كوكو مات، كوكو انتحر. انت السبب، انت المسؤول. انا اسف، انا مستعد اصلح غلطتي. ازاي؟ انا مستعد اتجوزك دلوقتي حالا. طب وتكتب لي المحل باسمي؟ ايوه. لوحدي؟ لوحدك. والفلوس كلها هتبقى بتاعتي؟ بتاعتك يا حبيبي يا كوكو. يا عباس. يا امي. اي ايه قدامي يا مرحوم. انا لله وانا اليه راجعون. مسكين راح في شربة مية. لكن ازاي ما قدرتش تنقذه يا كمال؟ اعمل ايه، ما لحقتوش وعلى ما وصلت كان غرق. مسكين مات في عز شبابه. الله يرحمه. ولو ان فيها اللاسين عمرهم طويل. اسمحي لي يا حمادي، كوكو مظلوم، ده كان عنده مبادئ. انت هتعرف كوكو اكتر من الهانم. بتقولك هلاس يا ابني 60 هلاس. وفيها ايه؟ الراجل المدردح ليه يفهم الدنيا احسن من الراجل اللخمه اللي يغرق في شر ميه. بنت سام ما تدخليش في الحاجات دي وسيبيها لوحدنا. متاسفه قوي يا بابا. تسمح يا ابني زكي تيجي تمرجحني؟ امرجحها؟ ايوه مرجحها. على اذنكم همرجحها. ايوه. يلا نتمرجح. يلا. واكد لك يا لطيف هانم ان كوكو مظلوم. الستات هي اللي كانت تجري وراه، هي اللي فسدت اخلاقه. يا سلام. وده اللي مخليني مش عاوز اشتغل الشغلانه دي. معاك حق يا ابني، خايف على نفسه من الفتنه. بس انا متاكده يا بابا من اخلاق كمال، مفيش ولا واحده ست تقدر تاثر عليه. مفيش غيرك يا نادي. يعني موافق. بس مفيش محلات. طب افرض بقى ان في محل. يبقى محتاج لدعايه وحاجات كتير. طب افرض بقى ان المحل ده سمعته كبيره واسمه معروف. يا سلام. وده يبقى فين بقى؟ مدام كوكو مات ليه ما تاخدش المحل بتاعه؟ انا تعمل فيه شويه تجديدات وتبقى كسبته بزباينه. بصراحه بقى لما لقيتكم انكم مصممين افتح المحل رحت للسمسار قبل ما اجي على هنا على طول. وقال لك ايه السمسار؟ قال لي ان المحل اتباع لناس تانيين. يا خساره، مع انه يا عم بجد انا عرضت عليه 10,000 جنيه. ما تقول له يا شكري، خلي النادي تقول له احسن. عارف مين اللي اشترى المحل يا كمال؟ مين؟ احنا، بابا وماما وانا، العيلة. ايه؟ يا زكي يا زكي. اشتري المحل. انهي محل؟ محل كوكو. يا دلع يا دلع. لا لا لا، اشتري المحل. ايه رايك، مبسوط؟ مبسوط وبس. انا هبرقع من الانبساط. ده كمال ده باين عليه لخمه قوي. يا قال الدرجه دي؟ تصوروا، بقالي ساعه عمال افهمه يفصل لي من الجيب يقول لا 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 احسن بعدين تخش النار. فكره يدردح زي المرحوم كوكو ساعتها يفصل لك الميكرو جيب. يا ريت. باي باي. استاذ كمال. يلا روح قبل زبونه. ده انا من ساعه بعتت ايدي على اول زبونه وانا مش عارف اتلم على بعض. استاذ كمال. افتح باب الزبونه. استاذ كمال. تقول كمال مش ذكي. احنا مش اتفقنا انك انت تبقى كمال؟ حاضر. إنا لله وإنا إليه راجعون. اتفضلي. بونجور أستاذ كمال. صباح البونجور. إيه اللي بتعمليه ده يا ست؟ أصلي مستعجلة وعايزك تاخد مقاساتي بسرعة. أنا معرفش فكرة مقاساتي. خد مقاسات جسمها.
ازاي؟ انا هشاور لك تعمل ايه؟ ربنا يستر. تاخد مقاس راسي ليه؟ عشان اشوفك بتلبسي 40 ولا 41؟ مالك يا استاذ كمال؟ اصل مقاساتك صعبه شويه، خارجه حبتين، اظن كفايه كده. وباقي المقاسات؟ كفايه عليا الصدر النهارده، الباقي في يوم تاني، كل يوم حاجه. لكن انا مش فاضيه غير النهارده. حاضر حاضر. الله، ايه اللي بتعمله ده؟ خلاص اتفضل. لسه فاضل طول الجيبة. ها؟ الجيبة. جيبة؟ هتعمل طول الجيب قد ايه؟ 80 كويس؟ تبقى جيب طويلة؟ 70 برضو طويلة؟ نخليها 60. لسه طويلة. لا، ما هو اقصر من كده هتخش النار. الله، هي مرفة اتأخرت كده ليه؟ مش لسه جديد ولخمة؟ ده دمه خفيف بشكل، انا هجيب كل اصحابي يفصلوا عنده. انا معليش اعصاب الشغلانه المهببه بتاعتك دي. دم بينشف لما احط ايدي على واحده ست. بكره تتعود. لا بكره ولا بعده. انا ماشي. كده يا زكي؟ ايوه كده. طيب. طيرين. الله 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 الله، هتعمل ايه يا مجنون يا متهور؟ هندحر. ليه ليه؟ حصل ايه؟ احسن ما اضطر اظهر قدام الزباين والناس تعرف ان كوكو لسه عايش. استنى، كان نفسي تختلط بالزباين وتعرف الدنيا، كان نفسي تتدردح عشان تحبك سهام. الوداع يا ابن عمي، مع السلامه. استنى، سؤال واحد قبل ما تنتحر. ايه؟ انا مستعجل. تفتكر لو دردحت سهام هتحبني؟ قطعا. وهتقدر تسعدها زي ما انا هسعدها. طب مفيش طريقه لدردحها غير اني اخد المقاسات الحريمي؟ لا، تاخد المقاسات ولا انتحر وتطلع منك سهام. هتمشي لاخد المقاسات. ابن عم يا حبيبي. هوب هوب، يلا يلا، حركة أكتر أكتر، ماشي إيدك شوية، يلا يلا. ما اعمليها تمارين البطن. أوكي. يلا يلا. هي أعمل إيه؟ أقعدي وفردي. أيوة، فردي رجليكي. برافو. ما قلتليش يا نادية، خطيبك بيشتغل إيه؟ خطيبي بيشتغل مصمم ازياء. ايه؟ مصمم ازياء؟ وفي المحل بتاعه؟ عارفه محل كوكو؟ عارفاه. اشتراه وسماه اوريجينال. الله، ايه مالك يا مها؟ ولا حاجه، بس صعبت عليا. ليه؟ كان لازم يعني تتجوزي مصمم ازياء. ودي فيها ايه؟ انت ما تعرفيش كوكو وفضايح كوكو. كمان خطيبي حاجة تانية خالص، أخلاق، استقامة، أدب، إنسان عنده مبادئ. ماكوكو كان زي القطة المغمضة، وحياتك كلها شهرين ولا تتلميش عليه. هيعرف بدل الواحدة 100 ويمكن 200 كمان. إلا كمان. صدقيني أنا عارفة الشغلانة دي كويس. تحب امتحنهولك وتشوفي بعينيكي؟ أشوف إيه؟ إنه زي كل الرجالة، إنه زي غوهلاس. مش ممكن مش ممكن مش ممكن أتصور إن كمان يبص لوحدي. على كيف، أديني قلتلك. مش كان حقيقي نديهم تليفون قبل ما نيجي؟
بصراحة يا سهام من ساعة ما قابلت مها وأنا قلقانة خالص. يلا يلا. وانتوا شفتوا حاجة؟ ده احنا هيئناه وخليناه أشيك محل في البلد. أهلا نادية. أهلا سهام. المحل هايل قوي يا أبي. وانتي لسه شفت حاجة؟ تعالى ما أفرجك عن إذنك. تعالي انت كمان هفرجك على مفاجأة هايلة أكتر من مفاجأة المحل. طبعا. حلو قوي يا كمال. وهي حلوة أكتر لما تلبسيه انت يا نادية. بس انت مستعجل على الجواز كده ليه؟ كفاية كده يا نادية، انت غبتي عني 3 سنين، عدوا عليا كانهم 300 سنة. معلش استنى كمان شوية. مش قادر استنى اكتر من كده، كل ثانية بتعدي عليا من غير بحس اني تايه، وانت بر الامان اللي مش قادر اوصل له. كمال انت اتعلمت الكلام ده فين؟ زكي ابن عمي هو اللي علمهولي. زكي؟ زكي ابن عمك ده باين عليه شقي قوي. هو فعلا كده يعني. وده اسمه فام، وده اسمه سنجام، وده معرفش اسمه، وده اسمه بوسي كات، وده اسمه زكي. بتبصلي كده ليه؟ سهام. ها؟ أنا عايز أقول لك كلمتين اتنين. وليه ما يكونوش تلاتة؟ أصلهم من قلبي. طب قول. سهام عايز أقول لك، سهام عايز أقول لك إن 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 الحرب اشتدت في فيتنام إيه؟ والواحد لازم يشرب اللبن قبل ما يغليه إيه اللي أنت بتقوله ده؟ عايز أقول لك حاجة بس مكسوف، مكسوف قوي. لا قول ما تنكسفش. صحيح. سهام. سهام. الإنسان مسير مش مخير، منقدم شيء بيداه التقاه، هنيئا لك يا فاعل الخير والصواب. إيه دنيا؟ أنا مش فاهمة حاجة أبدا. ولا لا. إيه رأيك نتجوز الأسبوع ده؟ ما نلحقش يا كمال. طب نخليه الأسبوع الجاي. ما عنديش مانع بس على شرط. أموري تسامحني. سامحك على إيه؟ بصراحة أنا شكيت فيك. تشكي فيا ليه؟ اتهيألي كده إنك هتبقى زي كوكو وتعرف كل يوم واحدة ست. أنا هبقى زي كوكو؟ أنا أعرف ستات غيرك؟ أعوذ بالله، أنا أعوذ بالله. مش ممكن. تعرف يا كمال؟ لو عرفت إنك كنت بتعرف واحدة غيري. أنا أعرف واحدة غيرك؟ مش ممكن يا نادية. بقول مثلا يعني، عارف كنت عملت فيك إيه؟ كنت عملت ايه؟ كنت سبتك. وايه كمان؟ وقتلتك. وايه كمان؟ وقتلت نفسي. نادية نادية فوق يا نادية، فوق يا حبيبتي، فوق يا نادية، فوق يا نادية، فوق فوق يا حبيبتي. نادية فوقي. نادية 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 فوقي يا حبيبتي. مالك يا نادية؟ كوباية مية. هقول لك رأيي وأكون خدت مقاسها. مالك يا نادية؟ مالك يا نادية؟ كمال بسني. يا بختك يا بخته. لا ما بدهاش بقى سهام. موجودة جوه، اتفضل. في ايه يا سهام؟ في نادية؟ نادية سافرت اسكندرية. بتعمل ايه في اسكندرية؟ أنا قمت من النوم ما لقيتهاش. نادية على التليفون يا فندم. حاضر. أيوة يا نادية. أيوة. حاضر. أبي كمال موجود. ازيك يا نادية؟ ازيك يا حبيبتي؟
سافرت اسكندريه ليه يا حبيبتي؟ ايه؟ عشان استلم العفش بتاعنا من الجمرك. لا مش هقدر ارجع النهارده. اسمع يا كمال، ممكن والنبي اطلب منك خدمه؟ امور يا حبيبتي. ايه؟ دونا بيلا؟ دي تطلع ايه؟ دونا بيلا؟ مش عارف دونا بيلا؟ دي صاحبتي الروح بالروح. منين؟ من امريكا الجنوبيه، اتعرفت عليها وانا في باريس. اه قولي كده. دلوقتي فهمت ان دونا بيلا دي بواحدة ست. هتوصل النهارده الساعة 3 وهتنزل في اريبيا. حاضر حاضر. ارجوك يا نادية اعفيني من المسألة دي. انت عارفة ببقى لخمة قدام الستات. هو انا بقول لك حبها يا اخي؟ انا بقول لك فسحها، اعزمها على عشاء، وريها البلد لغاية ما ارجع بكرة. فيها حاجة دي؟ يا اخي تدردح شوية بقى. حاضر يا حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك. على فين يا بيه؟ رايحة اقابل دونا بيلا. دونا بيلا؟ شفتي؟ شفتي خطتي نجحت ازاي؟ العبرة بالنهاية يا ست نادية. وحياتك لا كشفوا وبينوا على حقيقته الثعلب ده. طب تقدري تقولي لي ايه اللي خلاكي تشكي فيه؟ من ساعة ما بسني في الاتيليه وانا مش مطمنة له ابدا. طب وفيها ايه لما خطيبك يبوسك بوسة بريئة؟ مش بوسة راجل لخمة زي كمال، دي بوسة راجل عرف بدل الست الف. ماضي كمال ملكه هو يا نادي، لكن المستقبل لك انت. يعني ايه؟ مفيش داعي تفكري في الماضي ما دام بيحبك وهتتجوزه الاسبوع الجاي. انا لا يمكن اتجوز راجل شاركتني فيه ست غيري. مش احسن ما تتجوزي واحد لخمه زي زكي ويقول لك الحرب اشتدت في فيتنام ولازم يغلي اللبن قبل ما يشربه؟ يبقى كمال كذب عليا لما قال لي ان زكي هو اللي حفظه كلام الحب والغرام. ندي يا ستي انه كذب عليكي. ايه دليلك على كده؟ دليلي على كده؟ اه دونا بيلا هي اللي هتقدم لي الدليل. مادموزيل دونا بيلا موجودة؟ موجودة اتفضل. شكرا. اللي هناك دي. ميرسي. العفو. اكسكيوز مي مس. أيام كمال. سربرايز دون كاميلو. انا اشبه نادية كتير مش كده؟ وبتعرفي عربي كمان؟ اوه انا اعرف عربي كويس، نادية علمته انا في باريس. غريبة. انا كمان غني اشقار. هوب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت تعرف قبل ما انا الهوب ايه؟ برافو برافو. تعرف دون كاميلو ان عندك شبه كتير من خطيبي. خطيبي؟ يطلع يا هتيبي ده كمان. هتيبي هتيبي. اه خطيبك. ثانك يو. هتيبي كان يقلق كتير بيني بين نادية. معذور. عشان كده انا ونادية بكينا اصحاب كتير دون كاميلو. دون كاميلو. يا سينيوريتا. انت حلو. حلو قوي. انت كمان حلوه. دون كاميلو. La 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 la
ايه ده؟ دي قبلة دون كاميلو. طب ما انا عارف. ايه دون كاميلو؟ قبلة بتاع انا مش يعجب انت؟ لا مش بطالة بس يعني خطيبك. خطيبي قشاش. قشاش؟ بيهني. ده يستاهل اطمر رقبته. برافو دون كاميلو برافو. تعرف بيهني مع مين؟ مع مين؟ مع خطيبتك نادية؟ مش معقول. معقول دون كاميلو. شفت دون كاميلو انت جيت زعلان قد ايه؟ يا شيخة بلاش كلام فارغ. انا شفتهم بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. شفتيهم بيحببوا ايه؟ بيحبوا بعض بيبوسوا بعض. طب بس بقى كفاية خلاص. غير نار نار يا حبيبي نار. ايوة نار. مش تزعل دون كاميلو. انت كمان خونتي نادية. انا خونتي نادية؟ ستات كتير من مصر بعتولها في باريس قالوا لها انك بسباس هلاس افريد بتاع الستات. انا؟ انا احب الراجل الافريد اللي زيك دون كاميلو. قول لي واحد مغامرة عملتها مع الستات. باري باري باري. عشان انا اجي مبسوطة كتير دون كاميلو. ما هو عرفت ستات كتير دون كاميلو مش كده؟ يعني لا كم كم؟ يعني خمسة؟ يعني لا عشرة؟ يا شيخة مية؟ ما هو شوفي لو حبيت تعرفي بقى الحقيقة. استاذ كمال. نعم سوري one minute. هتيجي دلوقتي كان خلاص هيطب. دي واحدة ست سنك هناك. ايه يا سهام؟ نادية رجعت؟ كنت فاكراك ذكي يا بيه وهتعرف ان دولنا بيلا هي نادية. يا نهار اسود. ايه طبيتي يا بيه؟ لا لسه الحمد لله. دولنا بيلا. اوه دون كاميلو. ايه ده؟ بحبك بحبك. اه يا خاين كشاش كشفتك على حقيقتك. وليك انت تضحك كمان. الله تقدر تقولي بتضحك على ايه؟ بضحك عليك يا دونا نادية. يعني كنت عارف من الأول إني نادية؟ بصراحة أنت خمتيني في الأول وافتكرتك يا دونا بيلا. كنت هكشفك على حقيقتك. هما يعني ست اتنين تلاتة مش فاكر. ها؟ أه يا خاين يا غشاش يا أبو عينين زيخة. نادية سيبك من لعب العيال ده. خلينا نفكر في الأيام الحلوة اللي جاية. الماضي شيء وانتهى خلاص. لكن ما انتهاش بالنسبة لي. أنت بتعقدي الأمور كده ليه؟ خلاص يا سيدي مش هعقدها بس من بكرة هعرف ستين واحد غيرك. ايه الكلام الفارغ ده؟ مش معنى انت خنتني وانا مسافرة. عندك دليل؟ للأسف ما عنديش. يبقى نكتب الكتاب الأسبوع الجاي. مش ممكن. احساسي بيأكد لي انك خاين وغشاش وعايز اطمر رقبتك كمان. لا مش مظبوط مش مظبوط. اظبط الجنب ده شويه. يلا هلو اي فندم محلات اوريجينال. انا عايزه ابقى زبون عندكم. ارجوك تيجي تاخد مقاساتي. ما 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 مقاساتك. يستحسن سيادتك تشرفي هنا في المحل عشان نعرف ناخد مقاساتك كويس. لا 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 انا من عيله محافظه ما اقدرش اخرج من البيت. لا اذا كان بقى المساله فيها محافظه اديني العنوان وكوني مطمئنه. اي فن؟ ايوه كمال كمال كمال. عايز ايه؟ زبونه في الزمالك عايزك تروح لها البيت عشان تاخد مقاسها. كويس انت عارف البير وغطاه. روح لها انت. انا اروح لزبونه في البيت عشان اخد مقاسها؟ انت عايز توديني في داهيه؟ يستحيل. Thank you.
اللي اشتريت محل كوكو؟ ايوه، ما هو ده محل ابن عمي وانا اولى بيه من الغيب. انت اسمك زكي مش كمال؟ لا لا، ما هو اسم الحقيقي كمال، لكن زكي اسم الدلع. كده على اذنك تعالى هنا. ليه 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 يلا ليه؟ تعالى يلا. انا ماشي. حضرتك بتفكريني بالمرحوم وانا قلبي رهيف ما بيستحملش. وانا ما صدقت لقيت حد من ريحه المرحوم. ما انت اتجوزتي خلاص. الجواز حاجه والحب حاجه تانية. انا عايزه ابقى زبونه عندك. تحب ولا ما تحبش؟ بصراحه احب. احب قوي. على اذنك. ايه رايحه فين؟ هلبس مايو وارجع. ليه ما انت كده عايش؟ لا عشان تعرف تاخد مقاسات كويس. باي. بركاتك يا شيخ كوكو. ايوه يا مها. ايه عملتي ايه؟ ايه كمان في المعهد؟ مش معقول. طيب انا جاية حالا. الغاين الغشاش. مين هو؟ كمال بيخوني يا ماما. ما قلتلك انه تعلب. ما صدقتيش. وظبطتيه ازاي؟ اديني لسه رايحه اظبطه عند مها. استني لما اجي معاكي عشان انزل له صف اسنانه. مفيش داعي ماما، خليك انتي، انا هخلص عليه بايديا. ازاي تبعت زكي قبل الزباين؟ ده نغمه خيبه، ما يعرفش يتكلم كلمتين على بعض. ده اسوأ دعايه المحل. بكره يتمرن يا عمي. على ما يتمرن كنت طفش لك الزباين كلها. اتفضل معايا. على فين يا فندم؟ اوصلك للزبون. اروح لها زكي. مفيش داعي يا عمي. لا 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 يا كمال، الزبون لازم يحس انك مهتم بيه ولا عاوز في المحل بعد اسبوع. اتفضل. ايه العشك انت؟ طب ليه ليه ليه؟ عشان اخد مقاساتك مظبوط. طب ده انا اللي جاي اقيس. وانا وانت واحد. بلاش بلاش. ليه؟ انا جسمي انغلع. انت لزمك حمام بخار. حمام؟ طب ليه ليه ليه؟ انا اصلا بخاف اخش الحمام لوحدي. ما تخافش، ما انا هاجي معاك اسليك. والنبي. مين ده مين ده؟ ما تخافش، ده لازم اعمل من عمال المعهد. تعال معايا بسرعه. اسمع، استناني هنا لغايه ما وزعهم. بسرعه بسرعه. يلا بخار يا حبيبي بخار. بقى كده وجاكيتته اهي. اه الخاين الغشاش، هو فين؟ في اوضه البخار. تعالي هنا احسن يفكر ان في اتفاق بينا. امال اعمل ايه؟ اظبطيه وتلبس بالجريمه. ازاي؟ خشي له على انك انا، والبخار مش هيخليه يعرف مين اللي دخلت. طيب تعالي هنا. رايحه فين؟ ايه لازم تلبسي زي كده علشان ما يحسش بالفرق. يلا. ادي العمارة. اتفضل. يلا بلاش كسل يا كمال. حاضر يا عمي. الحرب اشتدت في فيتنام والواحد لازم يغلي اللبس قبل ما يشربه. واديني بوسه بقى. بوسه لله. ما انا قدم شيء يا ده تاهل يا لك يا فاعل البوس والصواب. مها هاتي بوسه يا مها. معقول؟ انت عفريت عفريت. ماها ماها. اي ناديه. ايوه ناديه. وعامل لي نفسك بتحب سهام يا استاذ زكي. انا مصدوم والله. انا لقيت روحي قالع كده. وازاي تقول انك خطيبه وتستغل اسم كمال وتسوق سمعته؟ ها وحياتك عندي ما قلت. والنبي والله العظيم انا مخليه اوري لك شغلك. لا
ناديه انا كان مالي ومال المقاسات، ما كنت مرتاح في بلدنا. الحقوني انا اتفلقت. افتحي يا ناديه انا هتخانق. مه فوق يا مه. انت ما متش يعني؟ كنت بتعمل كده عشان تهرب مني؟ انت مش اتجوزتي عباس ومبسوطه معاه؟ لكن انا بحبك انت. انا مفيش مني امل، انا هتجوز خلاص. تتجوز؟ تتجوز مين؟ ناديه صاحبتك. ناديه؟ لكن دي خطيبه زكي ابن عمك. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ناديه تبقى خطيبتي انا. خبر فوي 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 فوي. انا اتفلقت. حرام عليك يا ناديه. انا اتشويت. انا اتفلقت. حرام عليكي، ده انا بريء. عرفت انك بريء وان كوكو هو السبب. انت عرفت ان كمال يبقى كوكو؟ ايوه عرفت كل حاجه. انا هعرف ازاي انتقم منه. تعالى اشتكيت. قدامي قدامي. قصدك تقولي ان هاديه فاهمه اني مستني احط البخار؟ ايوه. وكانت عايزه تظبطني متلبس بالخيانه. يا خبر اسود، فين حط البخار؟ من هنا. انا تشويت. ايوه مفيش حد. هيبقى وشيو. ما 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 في ايه يا حبيبي؟ فين الراجل انت مخبيها جوه؟ بصراحه بصراحه ده مش عاجل. امال ايه؟ عفريت؟ عفريت كوكو. اتفضلي. كمال. ايوه حبيبتي. هربت مني ليه وسبتني عند مها في المعهد؟ بصراحه انا دورت عليك في المعهد عشان اقول لك الحقيقه، ما لقيتكيش. حقيقه ايه بقى؟ اني غلطت في حقك. بالعكس، دي احسن غلطه عملتها في حياتك يا حبيبي. يعني مش زعلانة لما عرفتي ان انا كوكو؟ انت كوكو؟ مش معقول. الله، انت ما عرفتيش ان انا كوكو الا دلوقتي؟ طبعا يا حبيبي، عشان كده انا حطير من الفرح دلوقتي. غريب، انت كنت دايما ضد اخلاق كوكو وتصرفاته. بعد اللي حصل النهارده في المعهد امنت بان الراجل لازم يكون مدردح عشان يقدر يسعد مراته. وايه اللي حصل في المعهد؟ نسيت اواني يا حبيبي. نسيت ايه؟ قط البخار. بخار ايه؟ انا مش فاهم حاجه. نسيت لما خدتني بين ايديك وقعدت تقول لي كلام حلو عمري ما سمعته منك. انا؟ ايوه. الحرب اشتدت في فيتنام يا حياتي، والواحد لازم يغلي اللبن قبل ما يشربه يا روحي. واديني بوسه لله ومن قدم شيء بيداه التقاه وهنيها لك يا فاعل الخير. خير؟ هو فين خير؟ على كل حال الغلطه دي ممكن تتصلح باننا نتجوز على طول يا حبيبي. جواز ايه وباب ايه بقى؟ جواز ايه؟ اخسى عليك يا خايب. بقى بعد العملة المهببة اللي عملتها معايا في المعهد عاوز تتخلى عني؟ الحق عليا اللي امنت لك وسلمتك نفسي. وسلمتي نفسي كمان؟ وسلمت نفسي؟ هو مين ده؟ قصدك ايه يا كوكو؟
مش انا اللي كنت معاك يا ست هانم. امال مين؟ زكي. زكي الله يخرب بيته. زكي يا فتحتي يا ملك بختك يا نادية. فاهم؟ لا اهو. سهام يا بنتي. نعم يا بابا. انت طبعا ما قدر الصدمه اللي صدمها كمال بسبب ناديه. صدمت ايه ونيله ايه؟ هو انت هتحكي لها روايه؟ اسمعي يا بنتي. نعم. انا وابوك اتفقنا مع كمال عشان تتجوزيه. قلتي ايه؟ محدش يقدر يجبرك على حاجة يا سهام. فكري كويس قبل ما تقبلي. بارك لي يا زكي، كمال خطبني. ألف مبروك. إيه؟ وأنتِ وافقتي؟ وما توافقش ليه؟ إيه؟ لأن سهام لسه صغيرة وما تفهمش في الحاجات دي. المشكلة دي تخصني أنا لوحدي. يلا بينا نرقص. سمعت كلامك يا بابا. ازاي وافقتوا مع الخطوبة دي؟ ما كانش في حل غير كده بعد عملية زكي المهببة. ما هو كمال برضو سمعته زي الزفت. ويقرب بدل الست الف. اسم الله عليك انت يا بتاع البخار. يا بابا سهام لسه صغيرة وما تعرفش حاجة. انت لازم تمنع الخطوبة دي بأي طريقة. لازم. بالعكس انا شايف ان سهام سعيدة بالخطوبة دي. ثم انا اديت كلمة كمان
وافقت خلاص على الخطوبه. يلا ماشي يا ست هانك وفرح الليله. كوكو يعني هو اللي كان هنا مش عفريته؟ يعني عباس خلينا افهمك. تفهميني؟ تفهميني ايه؟ الليله هتكون جنازته مش جوازته. نبي عباس. اعلى عباس اعلى. 47 49 50 51 ست. لو كل ست منهم تشتري فستان واحد ابقى انا اطمنت على المحل. والبنات داخله ايه في اللي هيتباع؟ مش فلوس جوازها وهم اللي هيتمتعوا بيها. طيب اقفل العشيه دي، انا ضغطي بيعلى كل ما بفكر في حكايه جوازهم المنيل ده. يا اخويا ممكن اسال ليه سيادتك اطلقت اشاعه انك انتحرت؟ بصراحه؟ اه طبعا، ده زي ما تقول نوع من الدعايه الجديده. اخص عليك يا كوكو، ده كل ستات البلد زعلوا عشانك. ميرسي يا فندم. وانا اولهم. يا ستي كتر خيرك. وانا شخصيا ما عرفتش البس ولا فستان بعد لعبه انتحارك دي. الله يخليكي، على العموم النهارده هتتفرجوا على اجمل واحلى عرض لازياء كوكو. اتفضل اتفضل. ايه ايه اخر موضه استنيت؟ يا ابن الجنيه. عارف اتصرف مظبوط. يا حبيبي يا كوكو. ما تقوليش حبيبي. الله، مش هتجوزه؟ لا، ما حدش هيتجوزك غيري. اخص عليك يا اناني، عاوز تتخلى عن نادية بعد اللي حصل بينكم؟ شش بلاش فضايح. تعالي صدقيني مفيش حاجة من دي حصلت خالص. انت كذاب. احلف لك بايه؟ النادية بتعمل كده عشان تغيظ كمال وبس. لكن هي بتقول انك جوزتها. يا ريت. قصدي ما حصلش. لا حصل. وحشيتك عندي ما حصل. طب افرض يعني مثلا لو كنت جوزتها كنت هتبوسها ازاي؟ كده اهو. سيان ضربتني بالقلم. ليه؟ علشان مستاهل. يا اخي بقى انت عمال تبوس في سهام وانا محتاسه في المصيبه اللي هتقع فوق دماغنا الليله دي. مصيبه ايه؟ بابا مصمم يجوز سهام لكمال الليله دي بعد حفله عرض الازياء. على خيره الله. ايه؟ طب والعمل؟ ما فيش غير اننا نعترف لكمال بالحقيقه. صح، لازم نعترف له بالحقيقه. ما بديهاش بقى. بقى ما فيش حاجه بينهم ها؟ ابدا. وجايه ليه دلوقتي تقولي لي الكلام ده؟ اصلي بحب زكي وخايفه يتورط ويتجوز نادية كده. اه طيب كمان قول له انت يا زكي. حاضر كمان. قولي له انت يا نادية. انا وزكي جايين نعترف لك بحاجه. حاجه هتفرحك قوي اظن. جايه تقولي لي ان مفيش حاجه بينك وبين زكي. هي قالت لك ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ نزل ايدك ارجوكي ما تحاوليش تخافي عليا. صدمة. صدمة ايه؟ بقولك مفيش حاجة ابدا بيني وبين زكي. هتسأل هي دي الحقيقة يا كمال وخلي عندك دم ونزل ايدك. زكي يا ابن عم انا عارفك طول عمرك شاب لكن مش لازم تضحي بسعادتك علشان خاطري. لازم تتجوز نادية انت بتحبها وهي بتحبك. كمال ايه اللي بتقوله ده؟ ما تخافيش عليا نادية، أنا متأكد هكون سعيد جدا مع سهام. لكن أنت عمرك ما حبيتها. الحب ده زي القدر ملوش معاد، لكن أنا متأكد إني لما هعاشرها أحبها أكتر وأكتر. مش كده يا قطة؟ عندي ظبط. كمال الله. كمال عاجبك كده؟ مش دي شورتك؟ مش أنت اللي حبيتي تعرفي ماضيك؟ اشربي بقى. احلفك بيا يا كمال مفيش بيني وبين نادية أي حاجة، دي بتحبك أنت. وأنا بحب سهام. وسهام بتحبني. مش عرفك. من ساعة ما بوستها. هو أنا كل ما أخطب واحدة لازم تبوسها لي؟ يا أخي ابعد عني ابعد عني.
قلبك فين؟ عايزه ليه؟ عايز اقتله، عايز اشرب من دمه. اشرب من دمه ده ايه؟ انت قولي راح بيتك. والآن نبدأ العرض بأول موديل، سعادة في المريخ. فستان الليلة الأخيرة. حاول حاول حاول. الراجل المجنون جزمها هزيت الكمال. كمال؟ والآن فستان الزفاف. كمال أرجوك تبعد من هنا، عباس عاوز يقتلك. ده ترتيب جديد عاملاه أنت وصاحبتك ماها، مش كده؟ أبدا والله صدقني. مفيش داعي للخوف ابدا، اللي شفتوه دلوقتي جزء من طريقه العرض اللي ابتكرتها ازياء كوكو. سابقة بين زبائنها الكرام، اي ست تقدر تمسك لفتة متبنجة ده 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 هتاخد ثلاث فساتين هدية من محلاتكم. برافو برافو يا ست، مسابقة كثيرة حقونا. شلت الرصاص وحطيت في شنك بداله لاني عارفه انه مجنون. ناديه ناديه بنتي حبيبتي. نادية كمال سلامتك يا نادية. هموت يا كمال، كان نفسي أهنيك وأسعدك قبل ما أموت، لكن خلاص مش هلحق. ما تقوليش كده يا نادية، دي حاجة بسيطة. الحمد لله إني سهام جنبك. أنا مش عاوز غيرك يا نادية. وسهام كنت عايز أغيظك زي ما عملتي فيا. يعني لسه بتحبني زي زمان؟ واكتر كمان. وهتتجوزني؟ اول ما تخفي. طب انا خفيت اهو. اكتر ها؟ ناديه زي ما كان انتحار كوكو.
كوكو دعاية؟ اللي شفتوه دلوقتي برضو دعاية. عايزين نثبت لكم ان ازياء كوكو مفيش اي حاجة تأثر عليها، حتى الرصاص. كل ده دعاية. والله ما كاتب لك كلمة واحدة.